أول خبر معنا النهاردة عن تكليف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي برئاسة بعثة الأهلي اللي هتروح السودان يوم الخميس اللي جاي استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت بإذن الله 18 فبراير، وده ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة. إن شاء الله يرجعوا بالمكسب من هناك، وبنتمنى لكل البعثة التوفيق في السودان. نروح لتاني خبر وتأهل فريق